هذه مو مظاهرات، هذه انتفاضة شعب. ما اريد لا احزاب ولا هاي، اسقاط الحكومة كلها. الشعب يريد اسقاط النظام. ابقى ثابتين حتى اسقاط هذا النظام الفاسد. لازم نحرر العراق. اليوم طالعين حتى نسقط النظام. احنا ما فينا لا اصلاح ولا احزاب، كل شيء ما فينا غير الحكم، كله تسقط. خارجين من اجل تغيير النظام كله، شلا قلع. هذه العملية السياسية ما ممكن أن تلبي طموحات الشارع العراقي. احنا نريد تغيير جذري. شلا قلع من الحرامية. شلا قلع. لا ريتكم ولا تدون فوقون حقوقنا احنا اصلا، ما ريتكم انتم، ما ريتكم طلعوا من العراق كله. الأحزاب الإيرانية الأمريكية طرد الأحزاب كلها برا. ما أريد ولا حزب، حزب ما أريد بالعراق. هاي بعد هذول خطية الشعب كلها طالع على اليمن، ما يردون دولة، ما يردون. ما أريد أحزاب بالعراق لأن الأحزاب دمرت العراق. ما أريد أحزاب فاشلة. كافي دم، كافي كافي، كفر دولة، مو اسلام دولة، مو اسلام، خلي يطلعون، شعب العراق ما يريدون.